احنا اليوم اللي هو الاحد اللي يوافق 8/8/1442، احنا متواجدين بمراح متعب الشمبري. تعرفون متعب الشمبري الدلال، دلال سوق الغنم اللي دائم يبدعنا في سوق بريد، الله يوفقه. يبي يعطينا حياته كيف انه مثل عاش بالمنطقة البرية، وكيف انه بدأ الان صاحب حلال، وخاصة حلال الابل، ام الابل. نبي نشوف شلون توصل الامور هذه. كيف عطنا القصة يا متعب؟ هذه عمري 7 سنوات او 8 سنوات. تسلم. شريت غنم وبعته. اي. وشريت ناقة واحدة. واخذت مدة صبرت 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 الى عمري الحين 31 سنة. تسلم. صبرت مع البل. البل تبي صبر ولا فايدة ما فيه. بس طرب وناسة بس. طرب وناسة. بس البل. اي نعم. والحمد لله بخير ونعمة ولا والكد لازم الواحد يكد ويتعب ويشتغل ولازم يصبر. البل تبي صبر. اي نعم. عشت بالبر وعشت بالمدن وعشت بكل مكان. الحمد لله. وش انواع البل قلت اللي عندك؟ مغاتير وصفر. مغاتير وصفر. ايه. مغاتير وصفر. ايه. ها؟ أيه. عددها كم تقريبا؟ تجي 15. اول تجي فوق الستين بس بعتها. تبيع وتشري انت؟ ابيع واشري قبل، الحين لا خلاص. توقفت، ليش توقفت؟ توقفت هذول إن عندي ثلاث اغليهن غاليات عندي. غاليتن عليك؟ اي أيوة يعني. والله. حاطين كناسه بس نعم. تجي تستانس نعم. مع عنده. نعم. اي والله. الحمد لله. أيوة طيب الناقه اذا صارت مجسر وشلون طريقتها؟ مجسر تبي الجبل، تبرك ضرب النياق. ايه. وتحن وتبي البل. تبي الجبل. لا صارت مجسرة. أيوة. أي نعم. تشغل البل مرة معروفة. من تشوفها منك تقول هذه مجسرة، هذه تبي الضرب. لا ويا والاسم الثاني اللي يقول هذه مثل. معشر. معشر. معشر ضربها الجمل لا شهر الحين معشر. لا شهر. أي. ها. أي. لا شهر يصير هذا اسم معشر. أيوة. عشان أكثر الناس اللي مثل يبي يستثمرون في الإبل يصير أكثر أسامي هذه ما يعرفونها. أيوة. يعرفونها أصحاب الإبل. نعم. أنت ترى أنه مثل الواحد أنه يستثمر في الإبل فيها مصلحة فيها والله فائدة. الإبل بها مصلحة يا أبو. أيه؟ بها مصلحة بس تبي صبر، تبي صبر وتبي تعب وتبي جهاد، تبي حرص من كل شيء. أيه؟ تبي مراح نظيف وتبي شغل زين وتبي على في النظيف وتبي وتطلع تبي زمون طيبة وتبي تطلع. أيه؟ الإبل تطلع البل. اي والله الحمد لله. لكن تعليف وما تعليفه؟ تعليف لازم على في الصحه البرسيم والشهيد. اي نعم. لا بس انت الان بالمنطقه هذه الابل عندك تشبع من الربيع؟ والله ما تشبع. انا طلع الساعه 6 واجيبها الساعه 1 الساعه 1. نعم. والعصر نعلفه بس العصر. اي قبل انا معها كنت اسرح معها من الصبح للمغرب. أيه؟ الحين تعبت وتركتها خلاص. وش السبب؟ والله عجزت يا ابو. طيب ما غيرت المنطقة هذه انه في مكان؟ أو غيرت، ما خلت محل. رحت يم الظهرة ورحت يم الاسياح ورحت يم الوسيع ورحت يم الطرفية ورحت يم عسلان، ما خلت ديرة. طيب وش معنى القحة؟ القحة اللي له 6 شهور وفوق. إيه لأن أكثر الناس ما يفهم الأمور هذه. نعم اللي من له 6 شهور وفوق. القحة. أي. أطيب الإبل هل هي مثل المغاتير أو مجاهيم أو الصفر؟ والله أطيب لون عندنا حنا الوضح. أه. عقبه الشعل وعقبه الصفر. الصفر. نعم. يعني هي تجي الوضح هي بالدرجة الأولى. نعم هي الدورة المركز الأول. المركز الأول. نعم. وبالنسبة للحليب أي نزين؟ الحليب المجاهيم. المجاهيم وبعض من الوضح. المجاهيم إحنا نزين حليب. أي هزين. الكثير المجاهيم. الزين الوضحة والصفراء. الوضحة والصفراء. إذا صار علفها نظيف وشغلها زين. يعني. يصير حليب زين. عمرك أنت سمعت أو إنك مثل حصل عندك مثل إنها مثل جابت الخلف أكثر من واحد؟ لا والله لا. أول شفت مبطي يمكن قبل 10 سنوات شفت. إيه؟ ناقة جابت 2 متشبكات. اثنين؟ وماتن. نعم وماتن. شفت ناقة 2 كانت عندي أصعد جابت حوارين وماتت. حوارين وماتت. وماتت. طيب لا من عسرت. وهي ماتت بعد. عسرت. أنت تولدها من ولدها؟ أولدها أنا أعرف له. تعرف له؟ أبدا ولد وعال جلب الدكتور بال وكفنة وكل شيء وطيور وكل شيء. عندك أدوية لها؟ كل شيء عالج مرة. اي نعم. عالج الناقة اللي ما تلقاها، الناقة المعيومة، كل أمراض البل أعرفه. تعرفه؟ أعرفه كله. أنت تعطيها أدوية باستمرار ولا بس؟ لا والله أعطيها وحرصان عالية والحين تشوف إن شاء الله. روح يما الحين بتشوفها. تعطيها؟ مرة حرصان عالية مرة. حصل عندك مثل انه حصل للابل قرصن ولا شيء؟ القرصن عالج هنا يا ما كنت عليه ولا ما كنت عليه تموت يعوض الله. في شيء ياثر على يعني في شيء من القرصات تاثر على البل تموت؟ نعم الدب. الدب نعم تاثر عليها. تاثر عليها وتموت مره تموت. سبحان الله. البل ما بمررها، الغنم بها مررها البل. لا ايه ايوه.
لكن العقرب ما تأثر عليها. لا ما تأثر. لا يوم يومين وخلاص تروح. ما يوم يومين تروح. نعم. نعم. عطنا من السواليف القصايد ولا. القصايد يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يقول يوم كل نحط الأسهم رأس مالي. مالي. اشتريت اللي طويلات الرقابة. الرقابة. اشتريت السود مبعت المفالي المقادم سند ما فيها حدابة. حدابة. لا لقيت السود ضفيت السبالي والخفاف كبار وذنيها نصابة. نشتري مهمنا كثر ريالي ندفع المبلغ ولا نحسب حسابه السعادة فيها والمكسب خيالي لا تريت بها وعرفنا الركابة العشيرة جيتها ينساح بالي كني يملك ملك فهد في شبابه دام ابو سلطان حي ما نبالي نشتري ونبيع والمسند جنابه جعلي يفداك الردي ترمى العيالي كل جرد مكسبه من له باله والله اني فدوته في كل حالي حالف مرة بشيء ما رضابه ما عصيته مرة فيت مجالي وما سألته مع طمر مشابه صح لسانك الله يحييك اشتغلت بالأسهم أنت ولا شيء لا والله ما اشتغلت لا والله أشوف دلال أشوف دلال تشتكي بالأسهم وراك أنت على الأسهم الأسهم ما أحبه أنا يعني يقول يوم كل اللي راح بالمقاولات واللي راح بالأسهم واللي راح بالمعارض واللي راح أنا تبعت البل تبعت البل نعم ما شاء الله عليك الله يسخر طيب في سؤال يعني الحقيقة أنا وش اللي خلاك تتجه للبل وأنت للغنم والله يا أبوي حب حب شلون تدلل الغنم وتتجه والله هذا ايش تسوي هذه المعايش حتى دلل الطيور وش تسوي هذا طيب وطيب والله ما صار عندك غنم ذا والله عندي غنم ابشر عندك اي والله وش انواعها عندي حبس حريات حريات نعم تبيع منها ولا بس لا والله اقني واذا جاء ها عيالها بيها تبيعها اي نو ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك طيب بالنسبة للمنطقة ها أنتم كل سنة تنقلون ولا لا والله أنا ثابت أنا منقل لي الحين 3 سنين هنا كنت أول ببرايدة وأول بالسياح وعقب جيت هنا خلاص تبت إيه ما لقيت فائدة هنا وهنا ما لقيت فايدة. ما لقيت فائدة أي والله ورا ما تدور لك مزرعة مثل والله يا أبوي ما في المزارع ما أحبها لا يكون تحط فيها بلك وترتاح والله إن شاء الله تعليف وفيها إن شاء الله وقريبة للديرة إن شاء الله وما إن شاء الله ما شاء الله المنين تجيبونه ما شاء الله الماء والله شريه 120 ريال الوايد نعم. اي بعيد عنكم الماء من برايده يجيبوا لنا يجيبون لكم من برايده نعم سكس سكس اي هذا تستخدمون للبل وتشربون للبل ولا لا لا الشرب لا ما قرح من السحاب من ما ها الله يفك متعب ما شاء الله عليك والله متعب هذا ما شاء الله مجلس وخيمه بيت الشعر ما شاء الله طيب وش الفرق بين بيت الشعر والبيت العادي يا بيت البيت العادي بيت الشعر هذا تستانس يوم تشوفه والخيمه ما تستانس يوم تشوفه ايوه بيت الشعر احنا نحبه لكنه ولكن عندي غرفه وبعته لكن في مميزات انه ما المطر ما يخره هذا ما يخره نعم وبعضهم يخره هذا ما يخره ما شاء الله اي والله ما شاء الله اي والله الحين له 3 سنين البيت هذا له 3 سنين ما شاء الله اي والله هذا تفضل يبيعك بعدين هذا اقول شاريه لي قبل 3 سنين شريته اول كان عندي خيام وغرفه وبعته شريت بيت الشعر بيت الشعر اي والله اللي جاء العصر يجوني رجال ونوب نتعشى بالليل ونوب ما شاء الله لازم مجلس بدون مجلس البل ما بفايده ما شاء الله هذه وانا استلب هذا والله انك صراحه مستانس حاط المجلس وحاط الوناس والضيوف اي والله وعلوم الرجال تجيك بذا ويسولفون معك وتستانسون بذي هذا الحياه يا متعب اي والله الله يفك متعب ما شاء الله الله يجزاك خير متعب ما شاء الله عليك حقيقة نشكر متعب ونستودعه بالله إن شاء الله ونشوفه دائما بصحة وبخير ويبدعنا بسوق الأغنام في بريدة الله يعطيك العافية متعب ما قصرت تبين الله تشرفت أنا والله والله حقيقة جزاك الله خير حقيقة متعتنا وتمشيتنا ووريتنا حلالك الله يطرح بالبركة